توالين سلام ربي ذم قران في اللون ازول في اللون ارنوفا نغبو الساقين نوفا في قارد نهضر في غزة نهضر ديت اللي في اللاس الساقي ذا عند نهضر في اللاس وسكا توال ما نهضر في اللاس إمي غزة تزقاد جيو تمورت فلسطين فلسطين جين ذا الأرض المحشر فلسطين جين تسالس يركو ذكس فلسطين جين ماشي حشي فلسطينيين ولكن إن سلمن فلسطين الساقين تسان دو ثمس لإسرائيل تسند دو ثمس إسرائيل إمي بغانا تقلان سي الجهني بغانا تكسن سي الجهني أما كني كسن شحال فلسطيني سي ثمورثيس أما كني قلان شحال فلسطيني سقوخا الجديديس الساقين أدنا هضرة فلسطين نبودا كوذنا وي كذا هذا غادي تفهم نبودا كودنا وي كذا غادي كي غادي كن ثم غلين سن افان شتاكين اي ضرون دي ثمورت ان فلسطين معنا قبل ان شتاكين قيم ثيثين انو حتى نولي ثيون الفيتي خدميتي دولت مثنا سعاد ودنو غالغرون نحن قوم نعشق الموت كما يعشق اعداؤنا الحياه نعشق الشهاده على ما مات عليه القاده. مازال إسرائيل تكمل في ثاني نسخة في ثمنات غزة إيواس ويس خمسية الموثان بظن غار ميات شهيد يكو كثار ستمية مجرحن دي قردان دي الخادات يكو دي مغارن هايدي بلدك هايدي عرضك واجب إنك تحمية هايدي ورثة جدي وجدك إسرائيل على حساب يمسي والسيس من جيش نس يناد باللي نكني نكات المقاومة الفلسطينية بالصحة اللي نتوالي دي تصور يا كل فيديو داي النظام ريدك بإنه تصون ترابة من شر الصهيون وصدقن الإيد اللي بتخون راح تخسر إيدين الكل بس الأرض طول وعرض يا الجيش اللون شبينك لون أماكن سلويني نغلى في نينس بنيامين نتنياهو يساول الأربعة قعدان إخران سلوين تموران برا أمو سلوين فرنسا فرنسوا هولند يا كثير ضبرت الألمان أنجيلا ميركل يا كسلوين نغلاف تموران الإنجليز دافيد كاميرون البران أمريكان جون كيري يا كسلوين نغلاف كندا يا كويض إوا كن نصف كن نفوس وذي كمل ثيثا إثمنات غزة إوا كن تيخشم وتستعمر ايا جيانس الزات تسوسمين تمورا بعرافن يكتين سلمين اكف كان نارا غزال نغافو سلمعونا ايوي جيان اكتروغون سداو انتمس الاحتلال الاسرائيلي ما تشكل سوسمين تمورا يجي لان تيد يرنان فلاس اما صار اغلقان ثيبورا غاف ثمناتا جي ولا ذي الانفاق تغلقيتن ايوكن اسعيون اسرائيل دي جيمن غي فلسطينيين فلك الله يا فلسطين. أما نحن نعد جيلا ونعد رجالا تحرص على الموت حرص العدو على الحياة فبهذا الجيل ننتصر. يذم ربي الفلسطين بكرة رح ترجع عدروبك فرحة الأولاد ترجع فرحة بصوت المدفع بشرنا بالمثل عيال شوقي وغصب حلق الكون حبك عطرابك بيمون والخانك يندم نفس بس الأرض يا هالشيش اللون شبيلك كون العز أوي قادي ذا دي تولين تقادي ذا دي تولين مرحبا يسون تكل تسنة نوفا النغ أما كنت زرع مساقين ذا سويس خمسة عند إسرائيل يثكاث غزة ذا سويس خمسة عند غزة غتسان دو ثمس إسرائيل ذا سويس خمسة عند غزة وحفظ التراف لاس البومبات ذا سويس خمسة عند يون سق حكام الجنس المن نا الحكام بوغاقين يقهدرن صلاة ديمقراسي وقذاقين يقبغانا ذا غستال من ذا شوي ذا ديمقراسي يون سنكسن ورديه ذير خمس قام تمتاثن ورش تمتاثن تولاس تمتاثن تمغارين تمتاثن يمغارن خمس قام نجهنا ما يقادان اف غزة يون وردير فيه افوس
أكوذين ذي سيديون غما ياسين السقسيغ وذا دي سفهم أفغزة ياسين دي تزورك دينا مرحبا يسك عسلم عيني أزول فلاك يا حميد ياسين تزريض باللي خمس أيام سقو سمين يتبدا ثي ثيقين أفغزة لو كان ذي الدنيا ضياني أم كي تبدا ثيثا نغزة يعطيك الصحة يا حميد دونك تقصد تاكين غزايش بربي ماشي تقصد فيغ فلان عندي كان كاكي ذا فري ذا عدي خاطر ساكي ثانية لا كان تقصد تاكو ثانية لا كان فلسطين ثانا الجناس مرة ثانا الأمة الإسلامية كلمة لا ساكي يا خمس أيام عدن 100 موتى عدن 700 جرحا نعم ماشي داين فيغ فلان سوسمض والسبب هو ياكي ناني ثني ورفاكن إسرائيل ناناك بلي الثلاثة بقاذيك روحن أدس دواني ثمور ثم فلسطين أدك سني خامني فلسطينيين أوذ سوفون ثي واشولين صبيانة ثارفارا تفني خامن نسن نانك بلي فلسطينيين يجيو خلن ثلاثة سقرفان إسرائيل ونغانتن تساقي مي أما كني كنا نتاقي سباكاني دوفان باش أكني أدخل من نصدو ماقي في فلسطين يرنا سمحين ياسين ثير بويان فلسطين يعني حضرت الدير كلي وناتد باللي وقيد الكذب نكون نقول نبويارة ثلاثة يقل المستوطنين ناق ثلاثة بقاد إقز دغانتونا إق دي فلسطين الناس نكون نقول نخير أور نبوين أور نديم وقيد الكذب وقيد يعني وفانسيت كان داينة السبة باش كني اذا دوثن امي تزريض نتنياهو يناد وسنا قاعد انا ياسين يناد باللي نكوني اذوثا امشارا راح تلا غزه ثيكلت ثيضنين يعني نثنين فغاندا نذاوذ نذكش من نار غزه وفغاندا نذاوذن اطفن فلسطين يرنا اما كني تزريض ياسين باللي انشتاقي تواخذم سالمعاونه اسميس الحكام تمورا بارك الله فيك ايمي ايني سو هذا الحال اش بايا ربي اي محمد كنت مقلد اسرائيل ديون الجنس كان يقلان مي تواليض اشحال نتمورا ثين سلمين يقلان ويكون نجمع انت اش بايا ربي زبرنت انا دمودنت زبرنت سلخنت ثمور ثقين فلسطين زمان ندعون الشعب فلسطيني مي ايني سو هذا الحال ولا شويري دي حركن ولا شوي ديف كان فوذ اي فلسطين جانس وحدس ما رث والي ضرب عن اسرائيل تصنت مولدي داني ذس جالس انت مورث مصر ما كنيش اننا نكي غلقنا كثي بورا باش ولا شو رايكش من ذي عاون هذي مدة سواد الماكلان الدواوي نجرحن اقلان دينا غزة دونك اش بي ربي تقسيطا قي تعنا الجناس مرة ماشي كان فلسطين وحدس ثيش بويا على دروا د لوم زمان انت تموت تفوت داكي مي مالوريزمون ولا شوي دي حركن ولا شوي دي فكان فوذي نثني واكا امنو غاي تكمل والمثاره تكمل كل لاس دي غزه بارك الله فيك ياسين ادنو غل ومن بعد ار سمسلا ياكي باغي كان انطف كيما ثنا حموم مرزوق وكي يقدش دي السرسيس سي الجزائر اسيني مرحبا يسك العسلامه يعني حموم حمو شكرا حمو يروح ان شاء الله كان دياوذ ادي السول امي ثنيض ياسين اولا هانتك في طيد ثنيض باللي يون يعني اوري ولا ناغ يون اوري شلاذ قوشو يضرون ذي غزة امي اسرائيل اي كاثن امي اسرائيل الي نقن امي نكونين سن اسرائيل سلمالينس يعني سودريمينس ثطف الدنيا ثمرة يمي تزريض باللي إسرائيل تفن لي ميديا يعني تفت لا تيليفزيون تفني جرنانان دونك كيني سني هو السلحون يعني ثقسيطاكين نغس السلحون يعني ليستوار كين وين لي تروا يعني المستوطنين كي في قاد هضرن دونك فوالا ربحن اين تسميس الغرب خاطر نهني هني تفن سيدري من نسن ربحن تيمور بوعرب خاطر شسا ولاش ثمرت بارافن نغ ولاش ثمرت جنس لمن إيج 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 أسلويس يعني يبض أر الحكم خطرش ذاك ذود إيج فوطين في الناس نغ ذاك ذود يسيسرسن ذاك مكانني الساقين
يسلوين تمور باربن ذو قد يسرسنير كلين صحاب الغرب ذو قد يسرسنير كلين ثمورا يقيم برا دونك ذو قد ني يسخدمن أموين ثم أم لريموت كنترول أمي ميسني هو هذا نتقن أمي ميسني هو السوسمن شكرا يغالا ناضي مثلا حمو حمو أزول في الليش يا محمد أزول عسلام إنك أحمون حمون كيف كان هذاك دين يختصر يضب اللي خمس قام يجين سجو اسمين إسرائيل ورث حبيسارة ثيثة ذي غزة خمس قام يجين سجمين إن زدغن إن فلسطين نغن غزة يتمتثن خمس قام يجين الراش ثلاث ثمغارين ثلاوين المزين يتمتثن صغري فسن إن إسرائيل خمس جام أياجين ثمورا بوارا فن سوسمت ثيقاذ الجناس برا في سوسمن خمس جام أياجين إسرائيل تخدميني سهوان أمزونا كني ويضني نيويورك موثن ذا شارة دينا تقول شتاقين أحمو إذا زورت بنير قرنش اتفق العرب وأن لا يتفق في مجمان وعرب فكت مشتانك وتمشتان نرى خطر سجين تمثال تجني ما إلا يونس ناقص الديمقراطية ناقص الزين إذا تنجم زنون إلا قادي ناقني وثل حال أرابن في مربع أرابن وقال ذي كتفون أجدوز أرابن أكي وزمير نرى في جميع نقن أجدوز نسن ما شاو التاوين نرى في اللي بوجود النظام ولا نبلي تمثال تجني فلسطين يوسن تمثال تقزيم سوق غير تمثال تكو بيضان في الدنيا جميع كان ماشي تكناش كان صربيين باسكو ديال البترول ماشا بشكلنا تاونا من المسالة انترناسيونال نعرف المسالة تنكاس داوين سيل اللي هو يجوز هكي جميع قفمت هكي خطارة كنت نفسي ودي مبرن بوجزوز عرازن جميع ماشي ماشي زي جزوز ندي سولين خطار سولين دي من سن سي فاس من سن ان دازعني نوالا بلي اطاس مورا فرميين تكميل سنة الزبط رغني نولا في مصر في الإجيبت عند راس نحب السن فرونتير بارسك إلاق داوني صور دين في أمريكا نخطف كشغلن شغلن تكتني عدان شغلن أذب وقفين فريت إلاق داوني صور دين في أمريكا إلاق سيسمينة يزيزن تال 8 مليون غاشي عند داوز بيرنرا لنا زاونين الجيران السنسي في الاسطن تجد مثلت لا بوليتيك في المويا اوريون لا بوليتيك المويا اوريون في الاسطن سورديين في الحوث انا راه باسكو فيون بوزافو اللي يتوش الحوين انا سيسيك مورا من في فراميين وسانا راه نسمي على ديسيزيون بوليتيك ناو سانا راه سي الحوين تمثال السن بغات نجمان في المعطين ذوك السقوات نجمان في ثلاث مرات نجمان نغلاف من السن نجمان لارقات نتمورا نعيم تبرا نتمورا يجي مي جامي ضمن لا ديسيزيون ضمن ديك التمثال ذاك غاني ران داني كي راه ران تمثل من فلسطين دا بغانا تسير من 20 سنة غا تسير من فلسطين كان تسير كان لا كولتور زاد لس ماشي غا منو غيت مثلا تيكي غيدا قزا منو غيت بردان دا منو غيت صفان دا منو غيت داوين الغاشي نيفون نتولي تكنس كان يصور بين فلسطين زي ما ديار نيك تروحون ارغينا وغا وزار نارا كان داك تروحون يصور بين النية وتاوي نارا تكن كان يصور بين بين حساب وزار نارا كان داروحون وقني صرفن غاني غاتكتا غاتنا داوين في اللي غاينا ننشد خاطر قرناش في الديمقراطية غادي تزيع لا ديمقراطية تساوي تيد غاشي سوم النور ما إلا غاتداوين سوم النور البواد سوم النور في المكنة قرار ما ولاش تداوين في السلاح المهمة اللي دايرين في اللي غاتلوي يا ساكن فلسطين من موقع الحساب شحال يصور ديما مثل داير صور الناس في مليار دو سون مليون دولار شاك سوبر سيك تروفون ماشي غود بان راه سان لي تروفون يصور دينا كاع باسكو لا قا ساكن لا قا دهضروني ويكاليك تاوان
أيزوزا دي خطر لنا كده ما تكن بصوت دي تبقى صوت دي كنا جروح على دينا بس شيء كنا خطر لنا كده ومنن كنا ريسبكتي وديفيد ومنن في القضية نفس المسلم تجي فتجي لقى تجي أدبنن خطر ميدان داون كده كنا ناون كده كنا قط ناونن أكيد داون كده اللي هو خطر لكن تولي على الجواز أيزوزا دي فلسطين في ونيجي نتاع المتصفات أمن تاع ميجوز لك النظام ماشي نتولي علاق في اللي علاقة تداوين الفون في السلاح ناولي انك نوات الحال أخطر قامناش يريون بيتم سات نا ديت لون ديت تاويلة مش تداوين في اللي نسيج محمد بارك الله فيك أحمون أجمع وجين ذي مثنى حمو مرزوق يقدش ذي السرسيث إلا دكود نغسيل زير سينيغ تنمير تنقرات أحمو أرل أرفاض جيبوس أدو غار غار جمع ياسين قلنا كودي ذا جيدي الستيديو ياسين نكون نسلا دي يحمو ويهضرد فين يضرون دي غزان غا فين يضرون دي ثمورة فلسطين ويناد باللي نشتاقين يعني ذا ستان بروبليم ذا قديم باش يسقي ظلي دونك بنادم الى كان ذي مقل يعني البروبليم ماكي يمي ثيمورا بارافن ورجيتارا يعني فكت تذريم فكت عيني قلاقا ولكن ونزرى راسين كسروحون يذريم ناكي مي اللي خريت سيض اديني ضافيني دينا حمو نغ الدرنوض نغ تسنقصد نغ قوال نجماثنا حمو حميد دونك الصح انا كما كدينا كي ثيمولا بارافن ثي ثيمولا ثين سلمين مرة تعاونت فلسطين مشامي ذا ساقي كمان مشكلة كي مشامي ذا ساقي دلرا ذا السنين مكولاس اغلين كثار المياه ذا نقاليني فلسطين وأخطر مشكلة كانت مقل داغورس إسرائيل ساعة المعاونة سيثموراني جهد المليح مليح يارس تدماريكا أن تصنت مورا قيك تعاون ديس دونك أين دمود أن تكون ثمورا ثعرفي نقيس وذا ذريم ناشو دي تفانارز ذا ثموراني يجهد المرا ولكن ثورة أياسين ثورة نكوني زيكني نزرع باللي فلسطين خاصة كنت خذن في الأسلومبارغو إسرائيل لن تروحون سوينا سي والله اللي تونيل نيغزان ذي رفح كتش من دار فارسين ثار مصر قطون سينا تسوين الدواء تسوين الماكلة تسوين يعني غيني سيني لاقن تسوين سينا كتش من يسار أرغزة ثورة ما كيد يروح السيسي يغلق كلش يعني يكمل في اللسن وروف ثورة وروف سينارة يعني سكون دا سكون دي زميرن ادرولن يعني بشكل دانيال وكان الحاجه كيكين يتلقي مثل سن اذتشن نغذ سون نغذ ذوين مسان مجراح نغ مسان ايموضين يعني انشتاكين دين اكس قراحن يمين مصر تمور تين سلمت مصر تمور بارابن ذا شو جن مصر المتخذ ما كيكين في بالك جيني اي مثلا حميد عين يعني انا ثقسي طاقي يعني مصر سيزيخ يعني تكره ثيمورا يجي تعاونن يكتعاونن اسمي فلسطين دونك انا كي تخدم كاكي تخدميت خاطرني تحوا ساعة اسمي لي زوبجيكتيف ويا الديريير ماشي كان اتمنع فلسطين وتسرسو فيا راه وتصوضنا راه ورس الدواوي ناشو ميت فيزيا يعني لأينيت يعني أنت ثمور تيست نعم هذا نعم. هذا شو بارك الله فيك ياسين أدنو غل على كل حال أرسان اشتاقي أن نروح كان أركي مثلا جمال العليلاش وقيد عن داق داش السرسي السي الجزائر أسين يا مرحبا يسك العسلامينك يا جمال السلام عليكم الله يسلمك مرحبا يسوين جمال أجمع تزريض باللي غزة أتسان دو ثمس إسرائيل صافي خمس قماقين سجمين إسرائيلي هنتكاس البومبات هنتكاس الطيارات إمجراح الموتى أكثر من 100 الموتى أكثر من 700 إمجراح عرفن سوسمن إنسلمن سوسمن الغرب يسوسم دا شو شتوان شتاقين يا جمال لا بنعدل فلسطين في الحقيقة وبنعدل على حشاف عرفن خطر شعرابن في مكونة من المكونات بتاع الدولة الإسلامية يعني أنت المسلمين
المسلمين ماشي غير عربين، عربين قله بارمي المسلمين سي تي مينوريتي. دونك حكايه الغزه تعني المسلمين كويس قلنا قريب 2 مليار ماشي غير عربين زاد المسلمين، عربين راه على بلاك 200 مليون وطلع. دونك سي على بالك القضيه هي تخص وهي المعيار، يعني انت تجد المعيار انت واش بنوزن يعني مدى الاذلال للامه. نعم ايو كيقولي القدر من الامه الديزان ديالنا، ايو كيقولي القدر من الامه فينا راه ديزاين سادير المرآة، يعني فلسطين هي المرآة يعني قوة الأمة أو ضعفها أو إذلالها أو يعني اسمح لنا هذا هذا الصعب باسكو كي غير يعني ديكستنسيون كي نكون فور فاميكا يا سي تزيد المقياس من الأمة المسلمة ما هيك على العرب بلان الجيران الأعراب من الجيران بلان ديما الليبيا بيان سور هنا هنا راه يعاون نورمالمون مصر باش يعلن وكان الجانب مورسي هاد سالينيا في لاك انو عادي لامباساد دو موسون في لاك هاتي كوبي لي رلاسيون ابويت وعاود هادي يهضر في اعادة النظر في سميت الباكورد كونديزيد. نعم الوغ اشوغريك في المورسي سي باسكو سي سكي لا نتال يلا لي نورمالمون يجي زيرو متر اون كوش تو سا الاكورد كونديزيد الى لي انترفيني او بروفي دي زون دي فالستينيا يجلس للحدود يجلس معبر رفح يجلس لي سوتيرا كل شيء سعدين انسيت الكسل اقتصاديا يعني انسيت تساوي اين حوايج اترافير لي سوتيرا وكي ها وسيني دوين سلاح شوي ينسى المرسي فاسيسيا ونجيب عباد دي سوتيرا 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 الموم دي زرائيليا الموم دي زامريكا الموم الخوالان الأمميين يقارن الأمة العربية على كل حال ماهيش ما على كل حال لا أدير الأمة العربية والأمة المسلمة في كل درون بيتران شو أجمل الأمة المسلمة في مليارن أجمل وسني عدنا أسمي لن يعني لن الحكم اني يقديما بارفن على الأقل نتوالي باللي تنديدا التنديد خاصة كني هذه ضرورة ذا شارة يضرون أما أنا قد فانس البيان نندد ثورا ولاش لا تنديد ولاش لا المسيرة الشعوب ولا شقيح أي غرانش تقير كل أجمال أرمان ترى الحكام هو عرف لأينا أرمان غيرنا من تلس ما فيش الشعوب تفن سنوز مرنا قارن سنوز مرنا لما دفغن خطر الشعوب يصنع الشعوب ماشي دلوني الشعوب الكلدة فن شعوب رعنا نطالغن طلب باش نروح للجادي فلسطين الشعوب طلب باش نروح للحرم فلسطين الشعوب اقوي في الامه المسلمه اقوي واش هو يسعى الجيوش اللي زارني النظام الانظمه اللي الجيوش اللي زامباش دو بارتير كومباتر لو ديزاين السيونيزم هنا الوغ الجيوش اللي تعملوا كلها الجيوش المصري الجيوش الاردن الجيوش سوريا الجيوش العراق الجيوش مشمول عن الديزين في إسرائيل وينا وقجان حدا ذلك شي مغورس ما حدا ذي أو ألف صوت السلاح ولا ماذا المعاونة ولا ماذا المعاونة يعني أرمزية وأرب جيلين يعني قال حاجية يوليا الإنسان يعني جيوش يعني ما نوليك حمين إسرائيل ترى أصلا ما صرمو كانت منك وأنا ازدعى شرم الشيخ من جهاني أوكي وأنا فلن في مصر في كان بلو أنا من تورا في زون تومبو انتر إسرائيل تيلي في عرب أخوي تسمي العالم في زون تومبو إيبان لكي في كان بلو من الغرب بس اسم دي كري دي فيل أفن دي بي دي زيتا أكني على تورا في العراق في الكورديس تعالى أسمي العالم في زيتا تومبو انتر إسرائيل الزيتا عرب بس أكني أنا على دي سن العلاقات وبعدها الولاد قلن دويدة كمية من دي زن ترميديال الأمة الإسلامية أتحقون إسرائيل تخدم يسن ترى ما في سلام بطني كان بيتوليزي لجيب معنا أسك الشعب يدي قبل فلسك الشعب دورة فلسك 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 نظرة كرانش مورا ويتعدم دي مالي فلسكين السنة هي نظرة دي مالي فلسكين تونس
يبرا جينا ريكسيسيون دو لوفي ليبيا يبرا اون اندونيزي يبرا بعض الدول الاسلاميه، ولكن الدول العربيه وناس مغلوبين على امرهم وشعوب ليبيا وصعب حتى لا قوه ولا حول وتفير الموالي جمال. جمال ولكت الغرة. الو الو ولكت الغرة ثورة كمل اولي. داكوغ. اللي غاتولي غاية بور الشعوب العربية وتفيغلالا. نعم. بعض المارش ام تونس دراما اون اندونيزي تغد على المارش على اون اوروب بعض العربية يتكلم على المارش اون اوروب. الدول العربية شعوب مغلوبة على أمرها في سيبا كي شو انتران دي مريتكين هيدا في دولة الناس شعوب العربية ناش من ديك مغلوبين على أمرهم سعان الجيوش نسل يسوات ورنزون بيشي كان باش كل الراي نسل ما وما تنديد اتفاشل دمية الأم اللي دي تعالي اسم دي دنارا لأنها الامتداد نسل وتفن تفن الحكم ماشي في الإرادة من الشعوب في الإرادة من أوروبا في الإرادة من الغرب في الإرادة من إسرائيل يحكم في مورنا سواء الجزائر سواء ثاني يعني ما ننظر لو كان أنا جارود الجزائر وكان يعني كلام مني في الجزائر أثن فرنسوا هولندي فقد عينا مين سنش سوفيا سوفيا لإسرائيل أخو يرحم والديك تاوردنا مليون الشهيد اشو حاج ديك لي 4 جويلي ها لقيت بلاك ماسكي فا لا 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 فرنسا ها ما جري تاع اسكو مير ديني من كينيا شو هذا تبغي نعم انا كل كمان من سلمان فلسطين بالقصد انا الشرف لنا هذا من سلمان هذا الكرم لنا وين يقولوا سان فلسطين يخلي الكرامة فلسطين يخلي الكرامة الأمة الإسلامية أو جنرال بارك الله فيك الدين يقلد فلسطين كتب شيخ ناس ديفيليت 14 جولي يعني لو كانت في صورة العربي بن ميدين على عبدان رمضان مع كريم بن قاسم اسم سنين كان اشتغل الدنيا لو كانوا المزارع خير في مرة يكون الجزء خير بارك الله فيك وقي قمتنا جمال العليلاش دا قداش دي السرسيتي الذي ذنا غسيل جارسين يغتن ميرتيك جمال النحارك مثنا موحن دم قران مكاح وقين داني ذمسي والنكبر نحمس سيل جارسين يغ مرحبا يسك العسلامينك موحن دم قران الله يسلمك حميد بس الخرف الناول بس الخرف وقتال يسن أسنين إصحة رمضان وان رمضان دا سادي دور بيح إن شاء الله الله يبارك فيك رمضان دا سادي دور بيح فليك دا غني أقمى موحمد أم قران موحمد أم قران نكسلي غساقيت الليض ذوق بالدين نين إثخذ مم ذي الجزائر أف غزة يعني لو كان ذا غدفك شط ذا شوك ذران دينا إكزاكتما يعني ان شاء الله راهي مدينه هذا الساكن في الجزائر يمكن لنا نستند مثلا في فرصه غزة يعني الزواج في ظل الشطوح كانوا يمنصوا الله نوع بنادم اللي خلق اللي يخدم اكثر من كي بصح شغل خرطوم الحمد لله يسوى ربي خرطوم نخدم وقفه الساكن مشكورين ان شاء الله العاصمه سي نعبر السيف السوتيان نغ يغسل وين وين اسمي ضروني في تتواسل والسوتيان نغ المقاومة الفلسطينية عموما المقاومة الفلسطينية لغزة بالخصوص يعني أما عندما قرأنا مكادة تفهمض يعني تسوسمية جين الحكام بن سلمان أكد الحكام من الغرب أم كي أختي تفهم نعم نعم كم كي أختي تفهم تسوسمية جين سلمان يعني ولا تنتقل مشهد هذا الشن تغريه في الدنيا نكون داير الساقية أنا فروفيتي لو كان زواجي أن الوقفة يجي نستاول مثل الدولة الجزائرية
الوصف راه موقف رسمي واضح وفعلا ثم واش مثلا الفلسطينيين اكن لذذ الموقف الجزائر الفلسطينيين يكون مازال شفاء الموقف من الجزائر اذا خرجنا نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه دونك نتبنى قارن الدولة الجزائرية التفد وتفقيد حفاتين بالله غوية كان وسط الابتدارة ثامة وسط دائما نخلو غير ذات الشعب يتوحقرن في قرن سن أجدود الفلسطيني خصوصا نجد بكلان ذي غلطة أمو عندما قرن نكوني نظرد على كل حال في الحكومة بارفن ولكن دانويد الشعوب سانش يطح يعني وين في لا ريسبونسابيليتي خاطرش كومام هذه دينيض اوسن جينيرات فون مي والله ما راه بغونا فون فون يعني يدرى هذا شو قلق خدم الشعوب باقي باش كني اتسبقنن باللي قرحيثن الحال وربغينا راه اش راه يضرون دي غزه دينيض شغل الشعوب مساكين شغل تخشم انت الحكام انت تخشم انت الجوث الدوامه شغل اول سنين في من سن ضمن شيء ضرني قرين سن دونك شغل الشعب اللي بدا تمور في سلمينا مره شغل تخمنت لك من نار غرسان شغل الكويت زال هذه حريه يعني تون الحق النغبي للقدس تون باللي مثل الاقصى ملكي قلت من مره خصوصا كنا جايين ثابنا وقف اللي هو باب المغاربه غادي يفك صلاح الدين الايوبي في فور بيت يا ربي ان شاء الله يدي في كان في سميت المقاتلين وقال لك روح نشوهد مثل الحمل المغاربه الحمل شمال افريقيا يروح نشوهد اللي يهبس وحر بالاقصى شغل عرفان انا وين نخدم انا في كيس وقف ليش مثل وقفيه باب المغاربه دونك يكون لي الحق ما نبدا الفلسطينيين نبدا في غزه مثلا ونبدا انا في شيء ما خطر مساعدنا جزء في الأقصى ذاك مثل الجزائريين ذاك المغاربة اون جينيرال دونك إلى أن جديد لكن تزور تسناد إلى قنزر باللي نكون يدوز لك جدا ناخذ غزة جوست كفريزا نلقاو شي اللي قلنا نصرفو نتا غزة سكوسنيكية جدا بالخصوص أسطول الحرية قواشي كفر الحصار شارعية الحياة إلى قنزر بالنسبة للجزائريين كسر القوة ديك السن نلف من الديليغاسيون سميت يجهدا يقدوين سميت الماء وانا تسمقرا في واحد مثلا في غزة مي ديني غبلي اللي كان خدمي غيني كان بيو مازال دروس إيمي ما سميت يدود فلسطيني وخاصة وقال قطاع غزة شغل غلق نتفلس نتبورا شغل أنا ندون زين بريزون أسير وفير أرنت الحرس ذن القرآن أما أند أخش مكتين أبناء التوالي مكتين مكتيد الحرس لأنه أقول لنا يا رومينا تقول لهدود أنه ذي الزمان على حرس الكيان من يبون الرنا أصلا بجرنا الحارة دور ده بكيان سر ولا سكفا أكناس خمني غزة غلق خمناس كل صوار سيب كل سنة ولاش كان سيقل من الفعال ولاش كان سيقل من الفعال دونك رنتنا الحرس ذن القرآن سيتين تريزان أسير وفير دونك الشعب يدوز راه يدوز ينشن بالخصوص اي دروسين كيخدم الى قرير نو ابي جمال ما وانا تكون تشبيا سميتي غير سميتي يدوز الغزة خاصة المقاومة اخطر لقم زرقنا بن حميد باللي زارة بن عيدوز ينسلم شغل الحكام تقشمنت الدوامة استقننت تغفلنت لحشا أجدود فلسطيني حشا المقاومة دي غزة إذا غبت السخوين إذا غبت المشتاين الانتماء العمق الانتماء النغم التنسي انسلمن ثاني انتكا ذا شو إذا قا نخدم ذا شو إذا غيت راجون دونك كونتراي لقا نحيي أجدود أجير وزاوي نحيي المقاومة دي غزة إكسون دن يوجه الكيان الصهيوني وغد سميتين دين في الانتماء النار وزوث الشكار وانا في دين سن أخطر للوحيدين يكستوى ظن الرضان مثل أسطورة نيدي قارن بالليمة لا أسكر إسرائيل ولا أسكر بو زينور يسر غيانا شورت ولا أطرور بريد سبق أننا بالليمة شغل لا أسكر بو زين تين لا أسكر يفرغن لا أسكر يحفيفن لا أسكر يغلافن وزمرن ينسل من أفرض وتهز من أكن فصيلي ودي المقاومة يصور كيف يصمي تجنو
دونك هذا السنين هوني فيرك يا ربي نكون وش شرف معنا وش شرف عند الامه في السلم غاشك كان طاسين يغفلنا لنا وقال لك صن مي الحمد لله لنا وقال لك السخينة يقول عين سلامة مرة ونكون الوقفة يكي شغل تعبير شغل رمزي بلي أقلنا غير سن أقلنا أقل المقاومة أقلنا أقل فلسطين أقلنا أقل غزة السامة في المدحية أم محمد مقران بغز رغمي لان ذكبر الحمس يقنض من أين ثقين يفدياقين نغلى نكود ونوي أظنين يقفد دن يذون بالحقيقة الثقي مشغول الوقفة رمزية نغب نخلص نكون يستنسو كافر نحمس بصحي لقم ربي صبحي يقين لن تتصل إتصالات تتصل مشاورات أكل الأحزاب السياسية الفعالات السياسية أكل المجتمع المدني يمكن أن نرنو النظم والوقفات مقيم مقيم قرن يكتر انتاقي بقاية سكيكو بالزهرية فرسكي لقم ضرب اللين المعاونة غير الزائر الصين ماشي حاشا كبير الحمسي في الناس يتمدون ولكن الشعب كل اللي كل رئيس كل أطيف سياسي ينس ساهمنت وخدمنت وعوننت جدود فلسطينية والمقولة نسمعي لعنية في تويتر في الفيسبوك انظر باللي شغل باهي يضران القيمة الجزائرية القيمة الإسلامية وانا الجزائريين يسوى ضربي دينا او لو كان الحدود ناخذ داخل الحدود الجزائرية ماشي ناخذ الحدود النظام الناس اللي خرطوني هنا هذا غنفر ولا عاون الله اكبر. محمد بغيغا دي تهضر في التسوسمين من الغرب نهنين اذا غي استعلي من لا ديموكراسي نيثنين اذا غي استعلي من حقوق الانسان نيثنين اذا غادي يهضرنا في لي ديكتاتور نيثنين اذا يهضرني كلين عفان شتاكين الساكين خمس قام يقيس قسمين يهضر روثيث ذي غزة ولا شيثن اشي مين محمد مقران هي خنظري مثلا حميد باللي سميث لا 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 وقش يبون جنرالي يبنى الفلسفة نفس الفلسفة الماكيافيلية إذا قارن المهمة توضع الهدف نفس أن سيرتان مومون لا نشغل سيس من ديمقراطية سيس من حقوق الإنسان سيس من الحريات إذا ما أشغلها أغسافة وغفروض وكيف سوى أن نسمي دبب ثقة رأيين سن بلاو أن نرى الماضي بالدن شغل بذكر نفر وكذا نسن هذا بقنا المواقف نسن بينا كل الأكل أكل سنة يكتسو ظلمان وكوان ترى رسقارنا سقارنا بالليغة بالمقاومات بالمند المقاومات لميسين إسرائيل سوني شو خدمت الأباتشي سوني شو خدمت الأفتر سوني شو خدمت مثل سيارات بلا مثل طيارة أشو رفان تكوني غزة شو تشحل خامنة وسن إلى خمس ضرب اللي تولى في كتب اللي غزة فلسطين بكر الصوب نرد وطن المقاومة وتقرب العراق وغني كتن شاب فلسطيني ذي كتن الصرزوني خامن أجهد دوني سخامنة في قرائن سن وكن دي الناس مسخال بنشعلني في لقل ضرب اللي نكوني لا تفاتي وشولين بغزة ماشينا من أوكسيدون لنكسة أرجاز أرجاز أكاديميش ناصين تواجدين بغزة لبن جدود لبن لاموم لبن ورا ونسن معندها كل تواجد تخضى 20 25 30 بيكس دونك ما تسعينا خام 30 جمدان يشافيون إذا يصرحون دونك شغل نكوني شغل نتأسف عن الديشو بار الموقف الأوكسيدون أون جينيرال سيرتو لي غروند ناسيون لوكيرونس فرنسا الإنجليز أمريكان يقدر يفضى أكل البطل يقدر أكل وقال يستخسارا جان شاب مسكين أم حقور أم رغو جان شغل إيوات كيكير تغمس وكروكوديل أكيد تخفض وهن توالية وهن توالين وستوسمن وكونترار عم دنس قام كملاس أرنوياس أخطر زران بالليم شغل أجدود فلسطيني أنا المقاومة لفلسطيني وكان سنجح ذي نسل من مرة آدي الدقسن ذي نسل من مرة آدي يكون العز ذي نسل من دونك بغانا ذا شن ينسل من دي من مدلولي بغانا ذا شن ذي الدل ذي الدل دونك إلى قيرا ما ترفل سقرو والمقاومة ترفل ذكرو ذي نسل من أسقرو إلى جديد رفلنا قسمنا نواط النرض يمكن نرقي من وارا ذي نسل من دي من أجنو أسبقوا الملك الذي صورنا صور سنو لشته ولشته كرا دونك نسمى قارب اللي رغم أن فيكم المزقفن المقاومة غسنا غس سيجنت غس رانت للحلس
شحال المقاومة الزمرية مانيس أخطر المقاومة الساعة أولا وأخيرا فربي بس هذا نتاني إذا ما ونيس هذا نتاني إذا سبق نفوس ربي ورد الزمير نارا والمقاومة إن شاء الله شغل الفشارتية أكل سهوة ديرا في السبران لابد ديا سعاد يا سواس هو أسل أسل خلص بين سيا أسل المقاومة يقرغد ولا كان العزة نصيها يديها ظرف مثل خالد مشعل ناصر من عزة سد هذا راح كتائب القسام شغل أكني فاس من إسرائيل مشوي القسام ل ل ل ل ل مش لا حشو تساعد الجيش شيء تكون مش تبغى ذا شغل أن كيلومتر ويبغى أنش فلان دائرة نعزز جن على دائرة وطين صورا إذا شغل فركان مثل لا بريمير بيسونس دي لوريون لا تروزيان لا كاتالين بيسونس دي الموند سهر كانت وصغي من تاجنو أسقر نور في ذمير دارا أسقر نبني أنفن دي كونت الأرمي نكال الأرمي هون كارتون سلاحي السابن سلاحو كارتون غاسة بيوث غاسة داغينا نكون يانك شمع الجنس خنوين أمكان نون دي كبس مع انتهاء نكون يوقع بأي مثل الفرح خنوين يموت مثل الفرح بارك الله فيك وجيدك مثلنا محمد دم قران مكاح ذي مسيول نكبر نحمس يلا دي ذنا غسيل زير سينيخ ثاني ميرتيك محمد دم قران أو قد يعطي تولي انتقاد إذا عطي تولي نذا ودينا قيم سي ذنا أنا روح سي غيمين مشطوح ودنو غال غرون
تيقادي ذا دي توالين تيقادي ذا دي توالين مرحبا يسون ارسحري شنا ويسين ننوفا نابوس سقيد نوفا تقيد نهدر افغزة نوفا تقيد نهدر فلسطين إميرك تزرم باللي فلسطين ماشي فلسطينيين فلسطين جنسلمن فلسطين تكاذك سنكوني ذاغني سي جزائريين فلسطين ثلانة غذقول فلسطين ماشي حاشان إي فلسطينيين أما كني دنيا ولكن فلسطين إي جزائريين فلسطين تسندقول لنا الساقين ينتولي غزة غزة خمس قامة يقيس قسمي يتيد كثن إزرائيل قسمي هلا داو البوم باثن إزرائيل أكثر من 100 يقموثن أكثر من 700 يجرحن ذي الوقت أندا الحكام بارا بالنار الحكام جنسلمن سوسمن أردنين خيرا ذي الوقت أندا الحكام تمورا من الغرب سوسمن دان أردنين خيرا إلا داكوذين يمثنا براهيم غربي وقين ذا قداش ذي السرسيس سي الجزائر سينيغ مرحبا يسك العسلامين يا إبراهيم الله يسلمك سي حميد إبراهيم خمس أيام الموت ذي غزة خمس أيام البومبات ذي غزة خمس أيام أندلان يمغارن في مغارين الراش ثلاث ثلوين موتت دول البومبات خمس أيام أندا الحكام بارفن الحكام جنسلمن الحكام تمرقي الغرب إذا غيستعلمين لا ديمقراسي إذا غيستعلمين الحقوق الإنسان سوس من الكلين ولا شوين دين تقن أشي من إبراهيم؟ شكرا يا حميد بسم الله الرحمن الرحيم تحية إكبار للشعب الفلسطيني عامة ولأهل غزة خاصة على هذه المواقف البطولية والأسطورية أخي حميد إن العالم اليوم بدءا من سلطة أبو مازن ومرورا بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وأمريكا وجل الدول العربية والإسلامية الجميع يتآمر ويتواطأ على هذا الشعب الصبور هذا الشعب الأبي هذا الشعب الطاهر المجاهد في غزة هاشم أخي حميد حاصروا غزة بحرا وجوا وبرا ثم تدمر لأنها رفضت الاستسلام للصهاينة والاستكبار العالمي الذي يريد إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط على أساس مخطط جديد كان يسمى في الماضي كسيكس وبيكو ضرق سيكس بيكو اثنين إن فلسطين هي قضية الأمة المركزية والمفصلية فإذا انتصرت اليوم غزة على هذا العدوان الغاشم انتصرنا جميعا ويقبر مشروع الصهاينة الذين يشنون حربا بالوكالة ضد الأبرياء وإذا انهزمت لا قدر الله غزة فهو انكسار للجميع إنما يقترف هذا الكيان الصهيوني هذا العدو في حق غزة من تقتيل وتدمير وترويع هذه المشاهد التي نراها يوميا هذه الأشلاء المتناثرة هنا وهناك هذا كله لا يدع مجالا للشك بأن إسرائيل هذه هي وباء لا يمكن التعايش معه وجسم سرطاني لا بد استئصاله أكيد أن إخواننا هناك يعانون الأمرين وسيأكلون الأسودين لكن ثمن المقاومة والثبات على المواقف سيكون غاليا وكبيرا ومكلفا غير أن ثمن الاستسلام وقبول شروط الأعداء تكون أكبر وأوجع فبداية أخي حميد نحن في الجبهة الإسلامية نندد بشدة الغارات الكيان الصهيوني وجرائمه المرتكبة في حق غزة كما نندد بالصمت الأنظمة العربية العميلة والمتواطئة مع هذا العدوان كما أننا نحيي النضال البطولي والأسطوري للشعب الفلسطيني عامة وأهل غزة خاصة أقول وإن كان إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع وإن لما حل بكم يا أهلنا في غزة المحزونون أخي الكريم هذه مشكلة تضاف إلى الأمة الإسلامية المريضة الضعيفة الهزيلة التي أصبحت لا تملك قرارها فمن هنا أقول لابد على الشعوب العربية والشعوب الإسلامية
أن تستعد قرارها وأن تنتفض ضد حكامها من أجل استرجاع حريتها ومن أجل أن يعاد أو يعود الحكم إلى هذا الشعب. ويومها لن تقدر ولن تجرأ إسرائيل على المس بأي شبر من الأراضي الإسلامية. إبراهيم ما كما بغيك أنا كيتسقسي سمحي الصمت من الحكام بارافن زيكني نتوالى على الأقل خدمة التنديد نندد وننددد الجامعة العربية تندد والرئيس الفلاني يندد ولكن الآن ولاش التنديد النثورة ولاش يثير كلي أشيمي سمحيك سيفني إفكتيمون هذا الحرب الواقعة هذا الظلم وهذا الطغيان الواقع على غزة في هذه الأيام يأتي في ظروف إقليمية غير عادية لأن في الماضي كانت على الأقل مصر وإذا كنا مصر هي الأخت الكبيرة كانت على الأقل هذه التنديدات وعلى الأقل كانوا يسمح ببعض الأمور مع غزة ولكن اليوم النظام في مصر والدليل أن لم يبدأ العدوان إلا بعد زيارة وزير المخابرات ولا مدير المخابرات المصري للكيان الصهيوني وكأنه هو الذي أعطى الضوء الأخضر لهم يريدون إضعاف حماس. شوف الخرائط التي أفرج عليها مؤخرا في هذا التقسيم هؤلاء هذه كلها لابد أن تبدأ من غزة تبدأ من فلسطين إضعاف حماس حتى تقبل بشروط العدو وبشروط الأصدقاء. دونك اليوم سوريا واللي كانت تقريبا نوع من الدعم تعطيه المقاومة أصبحت اليوم هي عدو المقاومة. هناك تراجع أخي حميد في على مستوى الخطاب على مستوى الممارسات على المستوى السياسي يعني تشوف الجرائد المصرية ولا السورية ما كاش ليتكلم على القضية ما كاش يتكلم على هذا العدوان وعلى هذا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. اليوم حتى نحن في الجزائر صلينا في واحد المسجد إمام يتكلم على غزوة بدر ويتكلم على غزوة أحد ولا يذكر إخوانه في غزة بكلمة. يعني هذا التراجع رهيب والمصالح مصالح هذا الدول الإسلامية والعربية هي لأن ما دامت في أيادي أمريكية في يد الأمريكية وبالتالي مستحيل أنهم حتى التمديد أصبح ممنوع عليهم اليوم. يعني الفلسطينيين ليس لهم إلا الله ولهذا نعود ونقول أن لابد على الشعوب هذه العربية والإسلامية أن تتحرك لتتخلص من هذا القيد والمفروض عليهم من طرف الأنظمة تحكم حتى تكون الكلمة للشعوب وإذا أصبحت الكلمة للشعوب يومها الأمور ما هتكون غير ما هي عليه اليوم. يقولوا مقبل هذا السكوت هذا الكوميتي كامل الكوميتي انترناسيونال كومبليس نعم sinon comment expliquer ce silence dont font preuve les Arabes et la communauté internationale à l'égard des derniers développements là. Hollande يقول se solidarise avec l'entité sioniste face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Yani c'est une honte de constater le silence de la communauté internationale et le mutisme des régimes arabes qui n'ont pas levé le petit doigt devant les massacres et les destructions en Anshouroum Yomiyin. Le silence, يقول بكري Abraham Lincoln, devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation et d'un homme, il fait alors un lâche. حنا رانا وصلنا الى هذا الهوان وهذا الاستكانة اللي رانا نعيشوا فيها والعياذ بالله نسال الله عز وجل ان يرفع عنا ان شاء الله. خويا ابراهيم حبيت برك يعني نسالك ما هو المنتظر من الشعب الجزائري فعله لنصرة اخوانه في غزة؟ اليوم كانت محاولة احنا كنا في مهام اخرى كانت محاولة من طرف الشيخ علي بن الحاج ومجموعة من حوالي يعني بعض المئات من الاخوة في مسيرة بعد صلاة الجمعة نطلب من الشعب الجزائري أن ينتفض سلميا للتعبير عن موقفه الموقف الخالد هذا اللي كان ذكر في السابق أننا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. نطلب من الجزائري في هذه الأيام أولا الدعاء للذين لا يستطيعون الخروج سلميا إلى الطرقات والذي يستطيع أن يخرج فعلى الأحزاب والنخب وكل هذه الفعاليات أن يتحركوا لنصرة إخوانهم هناك. هذا واجب شرعي واجب أخلاقي.
ما بالله عليك كيفاش ما نقدوش نخرجوا في مسيره وانت تجتمع في الصالونات وتقول دير السياسه تبدا من انك تنصر خوك والنصره انك تنوض وتردد وترغم هذا النظام لاتخاذ موقف مشرف يعني ليكون في مستوى تطلعات هذا الشعب ومستوى القضيه المركزيه اللي هي قضيه فلسطين. بارك الله فيك. اخويا ابراهيم سؤال اخير لو سمحت يعني. احنا شفنا السيسي جاء للجزائر واستقبل من طرف يعني السلطات الجزائريه. يعني الجزائر يعني الشعب اتكلم على الشعب ماذا ينتظر يعني من حكومته ازاء يعني العدوان هذا اللي راهو قائم على غزة وبالتعاون خاطرش الإنسان لازم يقول بالتعاون مع مصر يعني العلاقات الجزائرية المصرية هل لازم إعادة النظر فيها ولا لا؟ في الحقيقة هي يقال أن الطيور على أشكالها تقع فهذا النظام الانقلابي الجديد في مصر جاء لزيارة نظام انقلابي في الجزائر في السابق كان مرسي لأنه رئيس منتخب وبالتالي النظام الجزائري كان لا يتعامل معه على أساس لأنه يرفض أن يأتي رئيسا منتخب من طرف الشعب هذا يعطيه القوة ويعطيه هذه العزة والكرامة ولكن اليوم محاولة من النظام المصري لاستعطاف النظام الجزائري أولا لإعطائه المال وجاء الجزائر بيأخذ المال حتى يستقر النظام عنده وهناك نعم وهذه الايام يدعو الفريق الوطني مع انها حتى الرياضه اصبحت تستغل لاغراض سياسيه نعم رخيصه يقال انهم لازم الفريق الوطني يحضر المقابله هذه كلها عمليه تطبيع مع النظام المصري الفاشي هذا الانقلابي واحنا الشعب الجزائري برمته يرفض هذا التقارب مع هذا النظام الانقلابي هذا الدموي الذي عاد في مصر فسادا وها هو اليوم يترك غزة تنزف لوحدها إذا الشعب كله واللي يمشي الأخ حميد في الطرقات والأسواق والمساجد وفي المساجد تحس بلي الشعب رافض هذه السيارة والدليل أنها لم يعلن عنها إلا في الصبيحة في الليل ما كانش اللي كان على بال وإلا الشعب كان يتحرك ضد هذا الأمر وإن شاء الله الشعب يولي أوعى يتوعى أكثر حتى ينتفض ضد هذا النظام في حد ذاته ولإيجاد في محل هذا إخلال محل نظام ديمقراطي يعمل من لأجل الشعب ومن أجل الشعب. وقيد مثلا إبراهيم غربي ذا قداش ذي سرسيثي الذي ذنا سيل زيارة سينيغ تنميرتي ثم قرات إبراهيم وإن شاء الله ماشي تسكلت تنقاروت أدكش مضأكاكو ذنا دي نوفاتنا دوغالا غاريما ياسين قلنا كودي ذاكي ذي الاستديو نسلا دي ابراهيم غربي نسلا دي محمد بقران مكاح هضرن دونان دي يعني فكانت مولين سن وفكان دي يعني اول سنة فين يعني اين يضرون ذي غزة نكوني ما كني دي ناك مثلا ابراهيم غربي نك ولنا يعني يقطروا دم لنا يتسروت سقوين يضرون ولكن يفسنا يعني ما دين الدفاسن يكتوى شدا يمونا ذي مون يكتوى كبلا يعني ذا عني نقول نزميرا هذا نهضر ذا شارة دين يضقون اشتاقير كل ياسين مثلا حميد ثيكل تم زواروث فغاسنا سنين يغثان مير ثلاثة نصحة وثمثنا الجزائر دي إيقف دانيك خمن ثيغي ميثني والحان خمن دا أموان جست إي فلسطين خاصك ندا مشطوح ولكن لن دينا يعني بارك الله فيك أخاطرني أما كي قارن استعرف السكوت من علامات الرضا يقارن نعم دونك ساقيت ما إليك ران سوسم ما إليك ران ثيمورا يكسوسمنت دونك قفلن سوانا كي طارونا كي إثمور ثاقين غزة قبلن ما ريت متاثن ما تمتاثن الصبيانات ما تمتاثن مغارن تمغارين دونك كاين شتاقي يعجباسن ما الا سوسمض سوالي ذي اذا من تزلني اذا من ما كتزلني كتشيني سوسمض دونك ثامض سوالنا ريطار سوالنا يضرون دينا دونك شتاقي يتجن هذا واقي اي زدم ويتزادر زدات خاطرني ولا شوي ردي حركن ولا شوي دي فغن كونترانسن ولا شوي دي خمن انجست باش اكني ارثني حبس
نشتاقي جن ثيمورا نظن تعاوننا هذا واقي وذ كملنا ذنغن وذا زلني ذنمني ثمور ثقين غزة. بارك الله فيك ياسين. أنو حارق مثنا علي وقين علي إزام وقيدا قداش دي السرسيث سيلزيرا سينيغ. مرحبا يسك علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. علي أقلنا أدنا الدرع في غزة غيني كي يضرون دي غزة كوني نزرع خمسة قامة يقيس قسمين إسرائيل يثنتكاث ورثجين يعني أمكان يثوث أنه نزرع باللي كثر نمية بوغا ذي قموثن كثر نسفامية بوذ إجرحن وننولى أمك الحكومة بارفن سوسمت أمك الحكومة من الغرب سوسمت وماشي كان سوسمت ولكن فكات الحق إسرائيل إمية كاث ذي غزة ذا شعر الدين يذكون شتاقير كلين أعلين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقبل ربي في كل المسلمين شهر رمضان المبارك. أمين. قام في بعيد الناس يون الناس سبب أن غلبنا في الناس ما عقلنا. نعم. إيه لو كان قوى الغربيين نبا وكلنا علمت بلي كنيا ضصح دي مسلمان كنيا ضصح يعني في الحقين لا نتحبين العدل ولو على حساب النار لو كان ضف حق لغنا على فوس قفوس انت الدين رب العالمين لو كان اقلغ في الاركان ديننا لو كان اقلغ نحقد الاخوة جنا قال المسلمين يعني بيوت سمور الاقفاريين متعددة ان يولوا يتغرى ويشتكيين يعني. غزة فلسطين للأسف بغانا ذيك اللي انتو سي فلسطين ولا فرقم فوزقن انا برحشة بغزة اما كان يعني الضفة الغربية الجهة النساء انا ممكن اتنقل خريف الله انت اللي بغى فلسطين وكلنا تنين تحت الجحيم مش حاجة غزة اقد سمكتب اسقلت 48 قل نكتاب لقى الجزائري وان الامام عند الخطبة يمسلد فلسطين. نعم. يمسلد فلسطين يتسلون فلسطين ولكن في الأخير ليش يقولون إذا عن فلسطين أبي يصير بفلسطين أبي نغرب باليهود يسلى الشيخ البشير الإبراهيمي سوق طبيين يا لأن الشيخ الفلاني كان عنده خطبة ويمسلد فلسطين إذا عايز نصر عن فلسطين الجمعة المقبلة عن الشيخ البشير الإبراهيمي خطبة يمسلد فلسطين كما ينبغي أن يتكلم فلسطين أقول لك أبنيني فلسطين ويند أن باساج محفوظ للكتب الناس إن الاعتداء إن الدعاء لا يرد الاعتداء وإن فعل عداء لا يقابله فعل دعاء إنما الاعتداء من أعد يعد فأعد لهم استطعتم فلسطين ماشي الدعاء الحجاج يعني فقط الدعاء مخ العبادة ولكن إلى خلني لك المستوى الإسلامي إلى المسلمين أدين مكابر المسلمين أبقى في الشعوب وده غالب الحكام قبل سعال حكام مسلمين إلا من رحم ربي وقليل ما هم أدين غزة أردت نصرن للشعوب والحكومات أدعوا الناس معهم تلك الكلام أتنك ترخيهم وتدير إلا أن 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 صحيفة النقل حكم النقل أتني وشعينا يعني الريحية كان الغيرة في الإسلام للمسلمين لكن الظروف قلت زي اعتقدت في هذه القبة وفرد إلا قد تعشو ذات المثيرة ذي لا مع الوفاء بالعهد يعني أين تشوف الدولة الشرطة باش تمنع المثيرة ذي عجب كم يوز ما يقدر تفون الشعب على الأقل فنديف على الأقل جساد على المسيرة ولكن الحكومة تيني عندها مصالح كبيرة ذو الغرب عندها مصالح كبيرة ذو اليهود ولا قرن أن نرزو تسمى حاجة كبيرة ولكن الشعوب قادرين ما إلا واعيين أقدرين يعني الشعوب تغسل خطرة في معركة الشت معركة الخبز معركة الساكن معركة الشغل أما لا يعني خير لا يكتشون بغزة ولكن ماذا يعني الواعيين من الشعب أقول لك مثلا
جمعية علماء المسلمين الجزائر تخدم يعني ولا ما زالت تخدم يعني مجهودات جبارة باش أسد مستشفى كامل بكل تجهيزات في غزة، وهي كله من عطاء الأفراد، من عطاء الشعوب، من عطاء العجائز، من عطاء يعني النساء والرجال. صحيح أن لا ننسى أن الدولة تفرض بالجهات الرسمية بالدول الطريق بالدول كذا، ولكن كنا ننتظر منهم مواقف يعني أكبر، قطع العلاقات مع كل من له علاقات مع إسرائيل، يعني اتخاذ مواقف يعني مواقف يعني مشرفة. ولكن للأسف الأمل ممكن في الله سبحانه وتعالى، الأمل ممكن في جهود الشعوب. القناة المغاربية هذا جهد من جهود الشعوب، جهود جمعية العلماء، جهود من جهود الشعوب، المسيرة في الطورة الكريمية غسينية هذا من جهود الشعوب. هذا ربما يعني نحرص ضمائر الشعوب الإسلامية أولا والشعوب العالمية على أن فلسطين وبكمالها لين وبالأخص غزة راهي تحت القصف. بارك الله فيك السي علي. كيف كان يعني يسقسي واضنين مولاش الشغيليف نكون نسن الغرب، الغرب يهدر دطاسة في الديمقراسي، يهدر دطاسة في حقوق الإنسان، حتى مام الحقوق الحيوان يهدر تفلاس. الساقية نتوالين الصبيانات لن تولين ثلاس في مشطاح، لن تورين الراشي مشطاح مغارا، لن تولي وقاد يعني العزل يعني ورفيذ نسلاح ورفيذ نقيح يتم تسثن والغرب يسوسم. ذا شو قلق هذا يعف هذا يتعلم وينسلم مساقين سي الغرب هاقي. على كل حال إلي طن إلي طن باش المصطلح حصلنا غادي للدقيقة كوني مالك لينا نسلم نقصد ماشي ويبقى بطبيقون بيدي نقصد إمسلم ما في مسلمين أتني وعيين ما في المنتسبين الإسلام دوية غاية تقلق عند السابع إلاق يعني أهل ذكر أثن ذكر أثني إني وليو الغرب يكون يوم وحشبة كل المسلمين وحشبة حتى من عدد الأحياء وحشبة يعني من زمرة الإنسان باش يهدر على حق الإنسان يهدر الديمقراطية. الديمقراطية تكون في مصالحهم يجيس على المصلحة وجنز الديمقراطية المس، ولكن أيضا وسعنا المصلحة أتني أولش أخصي من زواله الديمقراطية حرية الإنسان حرية حقوق الإنسان أم الغرب. حتى الغرب مبني على مبني على مصالح، مش مبني على أخلاق، مش مبني على مبادئ يعني أخلاقية متعاف عليها إنسانيين، مبني على الأخلاق التي تعود يوين الخير يعني الأنفراد. ما نعد نبهي الشعوب الغافلة ما زال مبغورة مبغورة في الغرب اللي هيلك دائما مرة أخرى هيلك طلع يعني بغزة الأطفال يعني الأبرياء تلغون الزكسن ولا يعني ساعة الوقت باش تنجمع باش تخمم باش تفكر. ولكن لو كان يون الفرد الأوروبي الإسرائيلي من الفاوكية لو كان قلبين في الله الدني يوشو يكون يحسب لك وقيلة كدير دام كلاس دير كلاس يعني البشرية فهي الديمقراطية الديمقراطية يعني الغرب أو كسي تخدم مصالح انسن تمسيت في الديمقراطية أو كسي ماشي لمصالح انسن ولاش تموت بيش ولاش البيبرول تموت بيش هم وسعيدها كمصلحة حالية. الغرب قلع مصور أولي طبق الديمقراطية في المسلمين تطبيقيه او خي المصالحي مصالح الاسرائيل من الاذنابيس او خي الاذنابيس رئيس من رؤساء الحكومات يحدوجي امسيك خدمي السيسير يستعمل ديمقراطية وشو يستعمل ديمقراطية باش ريكش مصر ديمقراطي الحقيقي باش يديويه الديكتاتورية وشو خاطر مصلحته في السيسير باش يدي مرضية. وبالتالي يتلون كل انتاتا انتاتا شجرة فشلية هذه أزيوين اللونيس يوشو خطر مصلحة السيسي هذه فصلية غنيمة ماشي يعني دوين مثال مثال حي مثال يقرب غير كل واحد يتعى العقل بالتأجير ديمقراطيا من أوروبا من الغرب للأمريكان
ما موش كان يمس عادي تبيرش عادي طلعها تبيرها اللي طلب الحقيق اللي طلب يعني العين كان يتموتي ويجين يستغليف مش من الديمقراطية يستغليف ويطلع الدكتور الانتين السولي في الديمقراطية خاطر مصلحه ينزل ليس غير بالبدايين ايضا. بارك الله فيك. بغي كان أكسقسي غداني مازال يونس قسين الحكامة قلنا زيكني أموان سلاسن قارند نندد يعني الجامعة العربية غداني تندد الساقين ولد التنديد النين وتنسلالة إيوا شو إيوا يكونين أتأخر يكون ماذا بينا ماذا بينا وسوينا حتى المزيا وندد فالسوسوف ناخذونا والنقص وندد سواء التينية يعني ماذا بينا حتى تنديد نصف على جارة كوين أحداث أمكن دينا لشي نظاهيمي فأعد له ولحد جارة نمتد ولكن كنا نكتفي عن أقل سندد سورا فلسا نربيني في الحيث حتى نمتد الدنيا يعني وجيل سنسوز ميراتي الدينين يو شو ظن باللي أنت الدنيا واقيدا يوجد في الهدايا لا 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 السياد الثم وبالتالي حتى وينا مثلا جوجل من الفلاس قيسا نظامون باش مرة أخرى أن صفيفة النظر يلا لا الجامعة الدائزة العربية ولا الحكام لا العرب ولا المتسلمين اللي حتى تنديد وسيتند بالذات بالذات اللي ظهري ويسند الخسارة غير هذيك دوكال الثم وبالتالي الثالث كلام قوان الصدر الضيان يكد الشعوب الشعوب خاطة انك عرضن لعقم بلايين انك عرضن للبطالي بايينيب بدو يكزمان اللي خدم الكلام زمان صغيرنا بابا الأوبر وان شاء الله قدر التغيير الزبيل بالله. ما هو المطلوب دراسي الشعوب لتغيير الوضع؟ ايوة اولا التغيير اذا قد نفهم الى نوعين من التغيير إلا التغيير من أجل التغيير نغيره ونشتغلها لك إلا التغيير من أجل الخلاص التغيير من أجل التغيير اللهم يا ربي أذكينا من تنغوم الظل ولا التغيير من الدمار يقول لها مثلا في بعض البلدان الضغطورة أما التغيير من أجل الخلاص إلا يعني المسلمين يعني أولا الشعر اللي أراهم غايبين على الساحة إلا مثلا شعوب دعوده تحيون القاعده في السنه مثلا الحركات الاسلاميه ادرج عن من السن ادرج عن البرامج السن ادرج عن الافراق وجالسن نسعى عندنا قوه اسلاميه قادره تتجمع قادره تتحرك قادره يعني تسعى للضغط غير القران لازم ما تكش ما خالي كنت صغار كذا هذا الضغط فما بالك اللي كنا تفوق فتدوي زي القوبين كذا الحركات التي تدعي الإسلام إن أولي وغزة نزمت على ستان السول يعني منها ندخلوا التاريخ بلا يخلفوا إذا كان نحشان نتعاولانا الحركة الإسلامية انتقال في إدارة الإسلام إلى قبيلة المواقف يعني العظيمة يعني يقولون بالدور ديكشن إنه يقولوا إلى طوم من قبل يوردينيا أنا حركة إسلامية أنا إسلامية أنا حزب إسلامي أنا غزة بيتا المطلوب بالحركة الإسلامية بما فيه الجبهة الإسلامية اللي طاق باش تجمع القاعدين وتشمل حاجة في الشيخ عباس الله ذكره الله بخير نفس الشيخ علي بالحاج نقبلان 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 إلا أنه غير قاعدة أندى لا في قاعدة الجبهة الإسلامية ما اسمها القاعدين قريبة يعني توكيد أتني إزمازي للتغيير الهادف تغيير يعني طويل المدى والله الموفق إن شاء الله. بارك الله فيك. السي علي بغير يعني لو كان ذي تهضر شي طاح في الدور نتاع الاحزاب سورتو وياه كاين التنسيقيه في الوقت الراهن نعم. يعني نعم شاك ديني غير كيف فلير دو سمي التنسيقيه تقرا قرمطان وتهضر على يعني ما ولكن كيف هذا من كيا يعني الأمل يعني التغيير الحقيقي التغيير الدائم التغيير المدرج لله الذي يتجرد فيه الرؤساء لله
وين الى ولاش وين احزاب تاع منتدبات، احزاب تاع رد فعل، احزاب تاع مكاسب ضاعت لا بد من استرجاعها. اي شيء بنك لو كان الابتلاء الواعي باللي خلق يعني على طريق الهويه سوق الدائره كل الدول الاسلاميه، لو كان ما نرجعوش الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، الى ما نموضوش لمصالح خاصه، الى ما نموضوش من اجل ملء الفراغ، وانما من اجل تحقيق اهداف يعني الامه الناس ترجيزيكشن التنسيقيه الان تاع مناسبات. كل اخر سؤالات يعني مواقف هزيله، اللي بتاكل اغلبهم غايبين، زوم نظار حتى حتى بغزه زوم من بلاد. وبالتالي ندعو لكم يعني الضمائر الحيه في هذه الاحزاب بتشكل التنسيقيه وصغيرها الى يعني الى الى مراجعه الجهد بدءا من كل شخص، من كل رئيس حزب يراجع نفسه يعني هل ما هو فيه يعني يرضي الله سبحانه وتعالى غير مجرد يعني عمل سياسي ام رتورة علينا الظروف. كل امن يعني مادام اركناها تغيمت انتقمت باش هذو صالح ويديروا انفسهم جنود ماهوش اذا قدر بالرئيس ما نكونش راني جند راني جند بينكم. الشيخ محمد السعيد الله يرحمه ربي اثبت السفن ديال عرس البليده عند المكتب الوطني للجبهه الاسلاميه يسلم باللازم ان سنه شيعي تبغني بدون محاكمه باش يفتن كيش حسامي اقلي بخاري واللي ما تحدوش 100 اقلي مستعد في اي وقت ويتحل البلاء الله يجعل يعني البركه في جنودكم. نعم يعني القائد اللي يعتبر من مريض لجندي بسيط ماشي لازم ناخذ القائد اللي غدا ان كان جندي من بدونكم دويينين غير يخصهم ارجو قوت الامه ان شاء الله الخير وما ذلك على الله يجعل. امين. يزم ربي ان شاء الله فيها فرصه ان شاء الله. امين. أجمع ما هو المطلوب يعني من الشعب الجزائري لنصرة يعني إخوانهم في غزة؟ داش قلق الشعب الجزائري قالت يخدم يوكن ذي ينصر أثمثني سيدي غزة يلو كان تبرئة لذمة أمام رب العالمين. الشيخ ديني أجمع يكوني ساعة سيستم يعني بدي أدينا كلمة نوع ما نظيفة أريد هذا كلمة نقول كلمة أخرى. نعم. يعني إذمر كان الذكر الشعب إذمر يروح معاه بعيد ونكون يعني إلي طن باش نكون نسمو داش الشباب الناسيني كان يعني بدون مقابل. نعم. لا مغير تسوينا في الشباب الصلوبين غير ذلك إذا قدم بأدخلهم كأمور واعية الان في المجموع اخذه الجماعة هذا الى المطلوب الشعوب الاسلاميه تمزوج الى تحس باللي غزه قضيه تعنينا اما يعني كي تقدر باش يقدر زيرو ممكن يزيد بها اذا يعني امر يعنينا اذا كنت بلا هضر في الله في الضيقه تيقول في الله اذا قد حيون مثلا يعني المؤسسات اللي كانت موجوده باش يدير الملاقات عن طريق المؤسسات باش يحرك الشعب لان في الملاقات انتبه نخدم حاجه واعيه خاطر كما نتلاقاوش غير قلت لك من الصغار وبريد من زمان نخدم كرا من زمان نفرغ الدائر من زمان نفريد ولكن من هيك ساعه القضاء باش تيسن الدنيا كاع يعني كاين لا اميل الى هذا الحد هذا شعلي تاول تنسى خاطر ماذا بينا تنشعل ونسعوا يعني نزيد كفوش أو قصدي نبغى تنسن تنسن. إوا شو؟ خاطر نبغى تنشعل باش نبنوا باش نهدم. ماشي باش نبردوا لهم في الحب هذا خاطر. في الجزائر الخليج عزاز إلا قد نكر باش نبنوا ماشي باش نلعب والله لا 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 رفض. وبالتالي الشعب إلا يعني الوعات إلا قد نطلبك كل قلب يعني الجبهة يعني كل الحركة الإسلامية تنسجر بالقاعدة يدش باش نكونوا على كلمة واحدة إما إبرنين زمان بقرر قرار جماعي باش أنا نخدم ولكل حدث حديث هذه هي. بارك الله فيك. شكرا لك بارك الله فيك. الشي علي إذا مازال كيدي؟ نعم. ناكي لو كان هذا عطفك أوليك أن كارون ذي الحصة ياكي.
أولي ونجرو أطلق رب العالمين أدي إن شاء الله سكينة الرحمين في أهلنا في غزة أمين. وأدي إن شاء الله الوسطى قولوا المسلمين أدحر كان يعني مسلمين نارا يعني عيشة غزة تحترق الطلب رب العالمين يوفق أيضا قناة المفضلة المغربية وكل عاملين فيها إلى أن تكون صوت للشعوب أبني وفق ربي الخير إن شاء الله خلال نقعيش ونزاب أتني الشعب كامل بيت من اللي هي سنة تبعي في سنة وخلال نسكال يعني نقرأت نقفل كنت تفرنا نقفل الفيلم وعيد النور هذا يعني إضافة زائدة الأمة وبالأخص يقول لنا بالزاير اللي تقبل ربي من الزينة الصيام إن شاء الله القيام وغفر الظنوب النظر بأن مدى ما يتسعى الظنوب الصعيبة شديد للنصر ولكن مرفق ربي غفر الظنوب النظر إن شاء الله إن النصر قريب إن شاء الله وبلغر تحية من هنا إلى الشيخ عباسي ذكره الله بخير وإلى كل عائلة وإلى كل قادة الجبال الإسلامية الإنسان بارك الله فيكم وقيد كمثنا علينا إذن ذا قداش دي السرسي سيل جاير سينيغ ثنمير تيك ثم قرات علي وإن شاء الله ماشي تيكل ثنقروت آراتك شمض إيذنا ياسين نسلا دي كمثنا علي نسلا دي إبراهيم غربي أما كنت نسنا محمد أمقران مكاح جمال العليلاش حمو مرزوق وقاها قيرك وهذرند سلقوة وثنتس القوة ذقينا ذي إسرائيل وثنتس القوة حكام أبو عربنا الحكام جنس المن أما كني دو ثنتس القوة ذاني ذي الغرب ذي الحكام أن الغرب ذا شارة ديني ذي يعني ذقيني دنا نثنين أي سنة مثلا حميد أسنين دابور يوجد كوكو كوكوذ ديال ديف كان تكتين سن قوينك يعني غز سنين أتاثن صحة خاطرني ديجا أتاسي دنان أتاس أولا قيد دنانك أتاساري مسبلي دنان لتسفاقن وارثني تساخوين خاطرني إني عنان تقسيطة جنوزة ماشي تقسيط مشطوحن كانكاكي أرنجتها دي كانكي إلا قارن سوسن فلاس خاطرني ما إلا سوسم في هماك دي فلسطين على يغلين أساس كو زرد دشارة دي دون إزمارة تحضر وزرد دشارة دي دور نورك دونك إلا قارت سوس مضى في جماك خطرك نيث ضرائك جماك إثز ملايك ضرائك بارك الله فيك أياسين أو قاد إذا غدي تولين تقاد إذا غدي تولين أكيد كفنو فنغ بوساقين إميد نهضر في غزة وكت في فلسطين هذا وندين يغتيم لي لثيذ ون أزكى لو نقي ما يبغى ربي سياري ميرن هذا وندين يغ صحة الفطور نون صحة صحور نون وجيه كن دي لهنا السلام ربي